انتي بلادي الجميلة حسن السلام والأمان. طبعا ان شاء الله بنرحب بحضراتكم مرة تانية في الندوة التانية زي ما نوهنا عنها بعنوان رؤية الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في تعظيم الأمن القومي عبر ممارسة الرياضة. ان شاء الله بيكون موجود معنا رئيس الندوة هو محمد صبري عمر عميد كلية التربية الرياضية الأسبق جامعة الأسكندرية، مقرر الندوة للأستاذ الدكتور رأفت عبد المنصف رئيس قسم ألعاب القوى جامعة الأسكندرية، المتحدث الأستاذ الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات. دكتور أستاذنا الدكتور محمد صبري عمر اتفضل. سمعني؟ اتفضل. سمعني كده؟ تمام يا دكتور اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بدايه ارحب بجميع الساده الحاضرين في المؤتمر العلمي الدولي الافتراضي الاول لكليه التربيه الرياضيه لقسم العلوم الحيويه الصحيه بكليه التربيه الرياضيه. الندوه الثانيه النهارده وهي موضوعها من الموضوعات الحيويه جدا والهامه والتي لها دور بالغ في تحقيق الامن القومي فعلا فيما يخص الرياضه ودور الرياضه في هذا في تحقيق الامن القومي. هذا الدور بتلعبه الرياضه في مرحله سنيه معينه وهي مرحله الجامعات. الحقيقه ان الرياضه الجامعيه كانت اخر فتره طويله جدا ما بتلاقيش الاهتمام اللي المفروض انها تلاقيه وفقا لدورها ووفقا لاهميتها البالغه في اعداد الشباب والتغلب على العوامل السلبيه اللي ممكن انها كانت تبقى متواجده. لكن في الاونه الاخيره الحقيقه وبعد توجيهات القياده السياسيه بالاهتمام بالجانب الرياضي وبعد وجود إخوة أفاضل في الاتحاد الرياضي للجامعات على رأسهم الأستاذ الدكتور صبحي حسنين محمد صبحي حسنين نائب رئيس الاتحاد، بدأ هذا الاتحاد وفي وجود الدكتور هشام جيوشي الابن الغالي العزيز، أهلا بك يا دكتور هشام، بدأ الاتحاد الرياضي الحقيقة ياخد أبعاد كبيرة جدا وياخد دوره المتوقع في تحقيق أو تعظيم الأمن القومي من خلال النشاط الرياضي للجامعات. الحقيقة أنا يسعدني سعادة بالغة أن أرأس هذه الندوة وأن يديرها ابني الغالي والعزيز جدا الدكتور رأفت عبد المنصف مقرر هذه الندوة. أنا سعيد جدا بوجوده، سعيد بأن أنا هستمع للأخ الغالي الدكتور هشام الجيوشي. دكتور هشام الجيوسي سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات ودينمو الاتحاد، وانا اعرف ده كويس وشفته وعصرت حاجات كتيره جدا من المناقشات ومن ندوات سابقه في اماكن كتيره واعرف الدور اللي بيلعبه الاتحاد الرياضي والدور اللي بيلعبه الدكتور هشام الجيوسي. اكيد احنا هنستفيد جدا وهنسمع حاجات كويسه وجميله. هسيب الجلسة لأخي وابني الغالي الدكتور رأفت عبد المنصف لإدارة هذه الجلسة مقرر اللجنة. تفضل دكتور رأفت. تفضل دكتور رأفت. أمن قومي عربي وإفريقي. شرف الدكتور الإفريقي يشرفني تواجدي بينكم اليوم في هذا المحفل العلمي، كما شرفني تواجدي في ندوة رؤية الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في تعظيم الأمن القومي عبر ممارسة الرياضة. كلية التربية الرياضية الأسبق بجامعة الإسكندرية وعضو العديد من المؤسسات الرياضية كالاتحادات الرياضية والأندية الرياضية واللجان العلمية. شرف لي تواجدي مع سيادته، كما تشرف بتواجدي مع الأخ والصديق أستاذ دكتور هشام الجيوشي أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار جامعة كلية التربية الرياضية جامعة حلوان وسكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ورئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة سابقا
وكيل رئيس الاتحاد الافريقي للريشه الطائره سابقا، امين عام الاتحاد العربي ومدير النشاط الرياضي في الانديه الرياضيه، واللاعب والمدرب الدوري في مسابقات العاب القوى. شرف لي تواجدي مع اثنين قامات، استاذنا الكبير صبري والاخ والصديق استاذ دكتور هشام الجيوشي. طبعا احنا بنتكلم هنا على دور الاتحاد، اتحاد الجامعات الرياضي المصري، بيدير عدد يعني حوالي تقريبا 3 مليون طالب في المجال الرياضه، سواء على سبيل المنافسه او سبيل الممارسه. طبعا القطاع ده بيمثل عدد كبير من المجتمع المصري، فكان لازم يعني نعرف الرؤيه ودور الاتحاد الرياضي في الرياضه والصحه امن قومي عربي افريقي. ف يعني هقدم الدكتور هشام يشرح لنا يعني رؤيه الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في تعظيم الامن القومي في ممارسه الرياضه. تفضل دكتور هشام. بسم الله الرحمن الرحيم. يشرفني دعوتكم الكريمة لهذا المؤتمر، وأنا أكون موجود في مؤتمر بعنوان الرياضة والصحة أمن قومي عربي أفريقي. يمكن مؤتمر بياخد رعاية هامة لمعالي وزير التعليم العالي، معالي وزير الشباب والرياضة، معالي محافظ الإسكندرية، معالي رئيس جامعة الإسكندرية، طبعا عميد كلية التربية الرياضية ورئيس قسم المواد الصحية، واثنين من شركاء النجاح، رئيس جامعة قسطنطينية 2 ومدير الأكاديمية البريطانية، وطبعا تواجد الأستاذ الدكتور عماد البنان رئيس الاتحاد المصري والعربي ورئيس المجلس القومي للرياضة السابق. الرياضة أمن قومي، كلمة بيقولها فخامة الرئيس، جملة هامة للشعب المصري، خدتها جامعة اسكندرية، يمكن طورت فيها كمان على المستوى العربي وعلى المستوى الأفريقي. شرفني النهاردة أن أنا أكون مدعو من كلية التربية الرياضية جامعة الاسكندرية، والشرف الكبير أن يكون رئيس الندوة بتاعتي الأستاذ الدكتور صبري عمر عميد كلية التربية الرياضية الأسبق، وده وسام على صدري، وأخويا وحبيبي الأستاذ الدكتور رافت عبد المنصف رئيس قسم ألعاب القوى. الرياضة أمن قومي، والرعاية الكريمة للشخصيات الهامة. هنتكلم النهاردة الرياضة أمن قومي ودور الأنشطة الرياضية داخل الاتحاد الرياضي المصري للجامعات. اسمحوا لي أبدأ بكلمة فخامة الرئيس، الرياضة أمن قومي. يمكن أمن القومي عندنا دايماً كان المتعارف عليه ممكن نقول المخابرات العامة، ممكن نقول وزارة الدفاع، ممكن نقول تسليح الجيش، ممكن نقول الاقتصاد، ممكن نقول الاستثمار، ممكن نقول الصحة العامة، ممكن نقول وزارات زي ما بنقول عليها الوزارات السيادية. النهاردة أما فخامة الرئيس حط ملف الرياضة من أهم الملفات وهي أمن قومي. لا بنتكلم ان الشباب في مصر 60%، فلو بنتكلم عن تعداد سكان 100 مليون احنا بنتكلم وزارة مسؤولة عن 60 مليون مواطن مصري. ويمكن من مهام الامن القومي ان اول مرة يتولى وزير للشباب والرياضة استاذ بكلية التربية الرياضية، ويمكن برضو شرفنا في الندوة السابقة ان يكون فيها الدكتور عماد البنان وزير او رئيس المجلس القومي للرياضة، وده كان أول منصب يتقلده برضو خريج ودكتور من كليات التربية الرياضية. النهاردة يمكن كل طلبة الكليات هقول فيها هدف إن هو ممكن يبقى وزير الشباب والرياضة زي الدكتور أشرف صبحي. الرياضة أمن قومي جزء هام، بنتكلم في الجامعات المصرية، بنتكلم في الجامعات الحكومية، بنتكلم في الجامعات الخاصة، بنتكلم في الجامعات الأهلية، التكنولوجية، المعاهد العليا، حتى الجامعات اللي تتبع مجلس الوزراء زي جامعة الأزهر، زي الجامعة اليابانية في برج العرب،
حتى الجامعات اللي بتتبع جامعة الدول العربية زي الأكاديمية العربية في الإسكندرية. النهاردة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، يمكن هناخد جزء من كلام الدكتور عماد البنان، الاتحاد المصري للرياضة للجميع، الاتحاد المصري للثقافة الرياضية. النهاردة لو الكلام ده الاتحادين دول غيرنا ثقافة المجتمع والشعب المصري، فعلا هنتحول ان الرياضة تكون من جزء من الأجزاء الهامة من الأمن القومي. يمكن احنا دايما بنعد ان احنا بنبدأ النشاط الرياضي قبل العام الدراسي. يمكن اخر نشاط كان موجود معانا هو داخل معسكر باجوش في جامعة اسكندرية. حضراتكم يعني برضو لإحقاق الحق إن جامعة اسكندرية من الجامعات المتميزة في النشاط الرياضي، وتمتلك فريق عمل، وتمتلك أقوى لائحة داخل الجامعات الحكومية. دايما كنا بنوعد، آخر مرة كان معسكر في باجوش، دايما كان قبل بداية الدراسة، وده كان فيه مثلا تقريبا حوالي 25 جامعة حكومية من 27 جامعة. كان فيه أنشطة ألعاب قوة، كان فيه أنشطة سباحة، كان فيه أنشطة ألعاب إلكترونية، كان فيه أنشطة قدم خماسي على الرمال، كان فيه أنشطة طايرة شاطئية. وده كان بنبدأ. يمكن السنة دي احنا بدأنا شوية عشان نحقق رؤية الدكتور عماد البنان. عملنا يمكن أول بطولة في شهر 9 قبل بداية العام الدراسي، وكان الهدف منها كانت بطولة إلكترونية. وكان فكرنا هنقدر نحقق الألعاب الإلكترونية، يعني عن طريق مثلا ألعاب إلكترونية بلاي ستيشن فقط. لا، احنا افتكرنا حاجة وأبدعنا حاجة، ان الطالب والطالبة الجامعية تعمل 90 ثانية، يعني دقيقة ونص، جملة رياضية. وفي مسابقة تانية تعمل 90 ثانية جملة رياضية تخصصية، وفي 90 ثانية تاني الطالب كان سفير للرياضة المصرية داخل أسرته يعمل 90 ثانية مع الأب والأم وإخواته. وكانت بطولة لدرجة إن إحنا كنا حاطين أعضاء من النشاط الرياضي داخل اتحاد الجامعات عشان يحكم هذه البطولة. وما لقينا مستوى الطلبة على مستوى عالي، اضطرينا نجيب مجموعة من الخبراء عشان يحكموا هذه البطولة. بعد طبعا اجتياح جائحة كورونا، النشاط الرياضي مفروض ما يقفش ولا الحياة توقف داخل المجتمع الجامعي. عملنا أول مؤتمر علمي كان العودة الأمينة للنشاط الرياضي داخل الجامعات المصرية. يمكن كان تحت رعاية معالي وزير التعليم العالي ومعالي وزير الشباب والرياضة، وكان يمكن أول لجنة أو أول ندوة كان فيها السيد أحمد سامح، الأستاذ الدكتور أحمد سامح، وزير الصحة الأسبق ورئيس جامعة نيو جيزة. كان فيها رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية الأستاذ الدكتور كمال درويش. كان فيها الأستاذ الدكتور محمد صبح حسنين، النائب الأول رئيس الاتحاد المصري والعربي للجامعات. كان فيها اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحادات الأفريقية. كان فيها أستاذ سالم العريمي نائب رئيس الاتحاد العربي للجامعات. فيها طبعا مجموعة من الأساتذة وأعضاء مجلس الإدارة. وكان الهدف بتاعنا هنعمل إيه داخل النشاط الرياضي. وكانت فكرتنا ان احنا هنطبق الاجراءات الاحترازيه اللي حطتها وزاره الشباب والرياضه. يمكن وزاره الشباب والرياضه قسمت 3 مستويات: العاب فيها قليله الاحتكاك، العاب متوسطه الاحتكاك، العاب فيها احتكاك على درجه عاليه. وفعلا بدانا بالالعاب اللي هي قليله الاحتكاك داخل الجامعات المصريه، وكان عددهم تقريبا 15. يمكن احنا بندير حوالي 40 اتحاد رياضي داخل الجامعات المصرية، 40 نشاط رياضي في 3 مليون طالب وطالبة، حوالي تقريبا 62 جامعة متنوعة من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة والجامعات الأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا والجامعات اللي بتتبع مجلس الوزراء أو جامعة الدول العربية. يمكن بدأنا أول نشاط لينا كان يمكن في العاصمة الإدارية في الجامعة الكندية، وكان لينا فلسفة برضو زي ما ساعات الدكتور عماد البنان بيتكلم على رياضة للجميع وبيتكلم على الثقافة الرياضية. كنا عايزين نوصل إن الجامعة الكندية في العاصمة الإدارية الجديدة، فكنا عايزين نوصل رسالة إن حلم القيادة السياسية بدأ يتحقق وبقى فيه جامعة. ويمكن عملنا فيها بطولة الضغطس والقوس والسهم. ويمكن كانت المفاجأة بالنسبة لنا إن الجامعة داخل العاصمة الإدارية شغالة بقالها 3 سنين. وبعد كده اتنقلنا يمكن بعد كده لبطولة السلاح في جامعة الإسكندرية.
وبعد كده بطولة كرة السرعة في الجامعة اليابانية في برج العرب، رجعنا على جامعة قناة السويس والإسماعيلية، عملنا فيها بطولة الدرجات، بطولة الملاحة الرياضية، بطولة تنس الطاولة. جامعة طنطا خدت البلياردو، خدت كمال الأجسام. جامعة الفيوم خدت رفع الأثقال. يمكن ختمنا بجامعة اسكندرية بطولة السباحة وبطولة الزعانف، 15 بطولة بدأناهم في الترم الأولاني. يمكن وقفنا يوم 27 11 أو 12 قبل مفروض الامتحانات، ويمكن كان طبعا الدراسة وقفت. النهاردة بنتكلم برضو على فلسفة الرياضة أو النشاط الرياضي. هل النشاط الرياضي هو البطولات اللي احنا بنلعبها بس؟ هل النشاط الرياضي هو الفوز بس؟ يمكن أنا حطيت مجموعة من النقاط. يمكن واحد، القانون. كل لعبة فيها قانون. عشان نلعب لعبة على المستوى المحلي أو على المستوى العربي أو على المستوى الأفريقي أو على المستوى العالمي أو على المستوى الأولمبي، الولد عندنا بيلتزم بالقانون. كون الولد بيلتزم بالقانون فده بيبقى تمرين للولد إن هو يطبق قانون كل القوانين ويحترم القوانين. حتى الولاد اللي بنقول مش هتلعب بالنشاط الرياضي داخل الجامعات المصرية أو داخل المدارس المصرية، الولاد اللي بتلعب رياضة في الشارع المصري بنلاحظ إن هي بتلتزم بالقانون. طب بنتكلم في الزمن، كل لعبة لها زمن محدد، سواء كانت ألعاب جماعية أو ألعاب فردية أو ألعاب منازلات. يمكن إحنا بنتكلم في البحث العلمي، أول ما حد بيجي يعمل بحث بتاعه بنقول له حط الخريطة الزمنية بتاعتك أو الخطة الزمنية بتاعتك. فالنهاردة الرياضة جزء، ده إحنا بنتكلم في الناس اللي بتعمل ماجستير ودكتوراه. ما بالك الطفل الصغير أما بيبقى حاسس بالزمن، حاسس بمعاد تدريبه، حاسس التمرين هياخد قد ايه، ماتشاته هتاخد قد ايه. الاحساس بالزمن والبرنامج الزمني اللي موجود معاه طبعا ده شيء هايل. اما بنتكلم ان اللاعب يتقبل الاخر، يعني انت ما بتنقيش المنافس بتاعك، مش من حقك تقول انا هلعب مع ده وما العبش مع ده. يمكن قيم التسامح، ان احنا بنتكلم في ثلاث مستويات، انت لا فايز لا اما بتتعادل لا اما مهزوم. النهارده يمكن حتى في الالعاب الجماعيه اللعيبه وهي جوه الماتش هي بتعمل مجموعة من العمليات العقلية داخل عقل اللعيب، سواء في منافسات على المستوى الألعاب الجماعية أو المنازلات أو الألعاب الفردية. ونوصل في الآخر إن احنا عايزين نقول إن الرياضة دي بتحقق الشخصية المتكاملة. ده يمكن أحد الحاجات إن الرياضة بتحقق السعادة. يعني احنا في بعض الدول بتحارب المجتمع المصري والشعب المصري بعض الشائعات، إن هنقول بالبلدي كده شائعات عشان تنكد على الشعب المصري. طب لو الشعب المصري بيمارس رياضة هتعمل لك مود من السعادة، تكون مبسوط في حياتك. جزء تاني من أجزاء النشاط داخل الاتحاد، يمكن عملنا الأكاديمية الدولية لعلوم وفنون الرياضة، ويمكن جانا يمكن قانون الرياضة مكتوب فيه الأكاديمي تعني اللي هي الأنشطة داخل الرياضية، فقالوا لنا غير المسمى، فغيرنا المسمى المركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة. كنا حاطين سلوجان ليها Learn sport today, lead tomorrow. اتعلم الرياضة اليوم تقود الغد. طب احنا عايزين نعمل ايه؟ يمكن اول عندنا خمس قطاعات. القطاع الاولاني ان هو بيعمل بعض الدورات اللي موجودة للطلبة او للموظفين داخل الجامعات المصرية او للسادة اعضاء التدريس. القطاع الثاني سميناه مركز الانشطة، ان يبقى الطالب سميناه اول جزء فيه نادي السفراء. احنا كنا بنحلم ان الطالب يبقى سفير للكلية بتاعته، سفير للجامعة بتاعته، سفير للجامعات المصرية. الجزء الثاني النادي المتطوعين، ان الطالب يبقى يعمل العمل التطوعي سواء داخل كليته داخل جامعته او على مستوى الجامعات المصرية او على مستوى اي منظمة تخدم المجتمع. في جزء ثاني اللي هو نادي القيادات، ان نخلق القيادات زي ما في قيادات على المستوى الطلابي، هنقول اتحاد الطلاب على مستوى الكليات او على مستوى الفرق وعلى مستوى الكليات وعلى مستوى الجامعة وعلى مستوى جمهورية مصر العربية. كنا عايزين نخلق القيادات القيادية للطلاب على مستوى جميع المراحل وجميع والجنسين. نادي المراسلين، يمكن احنا عندنا لجنة اعلامية فكرت ان يكون لينا مراسل في كل كلية. طب عشان نجيب مراسل او نعمل قناة على اليوتيوب، لقينا ان المراسل ده بيتكلف كتير جدا. طب ما نعمل جيب طلبة والطلبة دي نمرنهم ويبقى هو المراسل لينا، المراسل الصحفي أو المراسل الإعلامي داخل كليته داخل جامعته داخل الجامعات المصرية. وقلنا أن في جزء تاني هيبقى بتقدم استشارات، يعني أي حد عايز يعمل أبحاث
داخل النشاط الرياضي الجامعي احنا ممكن نوجهه في نوع اللعبة اللي هو عايز يعمل فيها في مستوى الألعاب، سواء على مستوى الخمس قطاعات. الخمس قطاعات نقول قطاع الصعيد، قطاع الدلتا، قطاع قناة السويس، قطاع الجامعات الخاصة، قطاع بحري. في جزء تاني كنا برضو بنفكر في مجلة علمية. المجلة العلمية دي سوق شهرية أو ربع سنوية، ودي مش مجلة علمية مجلات النشر اللي بتبقى في كليات التربية الرياضية، لا احنا عايزين مجلة زي أي مجلة يبقى فيها معلومات، بس بتبقى فيها معلومات من أساس كليات التربية الرياضية. خامس حاجة يمكن المبادرات والمؤتمرات. يمكن احنا شاركنا، كان في مبادرة مع اتحاد الغوص والإنقاذ مصر بلا غرق، وكانت تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ثم اتنقلت الرعاية الكريمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان طبعا يمكن في شواطئ كتير في مصر فيها غرقة، وكان الهدف بتاعنا ان احنا نشارك بالثلاثة مليون طالب وطالبة. في مليون طالب يكونوا منقذين، وفي اتنين مليون طالب نعمل لهم محو مية سباحة. طبعا في النشاط او البرنامج اللي احنا عملنا العودة الامنة للنشاط الرياضي، بحيث نرجع للملاعب وناخد كل اجراءاتنا الاحترازية بحيث النشاط الرياضي ما وقفش داخل الجامعات المصرية. دي مجموعة من يعني الانجازات الدورات اللي حصلت. يمكن الدورة الاولى على مستوى الاعداد النفسي، ويمكن هنقول بس نحب نقول ان فيها جامعات مشاركة. يمكن الاعداد النفسي كان فيها جامعة حلوان، جامعة اسكندرية، جامعة المنيا. يمكن في جزء طبعا من الاصابات كان فيها جامعة حلوان، جامعة طنطا، جامعة كفر الشيخ، جامعة اسكندرية، جامعة الوادي الجديد. يمكن في الجزء الاعلامي الخاص اللي لسه ما حصلش، يمكن في جامعة القاهرة، بعض الصحفيين، رئيس الاتحادات الافريقية داخل جمهورية مصر العربية، الاعلامي كابتن احمد شوبير، كابتن اشرف محمود، الدكتور ياسر ايوب، الدكتور احمد رجب، الدكتور رامي بهجت، مجموعة متميزة. طبعا في يمكن برضو من ضمن الدورات دورة تغذية للرياضيين. يمكن عندنا في احد اعضاء اللجنة الطبية في وزارة الشباب والرياضة، احد اساتذة كليات الطب داخل جامعة عين شمس، جامعة حلوان، وجامعة اسكندرية. لو احنا بنتكلم عن الامن القومي او تطبيق الامن القومي، دورة التغذية دي ليها يعني حاجة جميلة او ذكرى جميلة عندي. اما جينا نرشح حد من جامعة اسكندرية، رشحنا الاستاذ الدكتور علاء عليوة ان هو يقوم بهذه الدورة. فوجئنا ان الاستاذ الدكتور علاء عليوة قال التخصص اللي انتوا طالبينه، انا عندي استاذ في كلية الزراعة في جامعة سابا باشا، في جامعة اسكندرية في سابا باشا، ان هو يكون افضل مني. انا عايز اقول ان تحية وتقدير للاستاذ الدكتور علاء عليوة، تحية وتقدير. هو ده الامن القومي، اللي انت تعمل حاجة وتوصل اعلى مستوى، ويعني هتقول تفضل الناس على نفسك. فاسمحوا لي اشكر الاستاذ الدكتور علاء عليوة على ما قام به. وفعلا عرفنا باحد الاساتذه في كليه الزراعه سابا باشا جامعه اسكندريه، كان على اعلى مستوى. انا حضرت محاضره يمكن ساعتين او ثلاث ساعات، ما قفلتش لا كاميرا ولا صوت وانا بسمع سعادته. في طبعا يمكن كان لسه جامعه اسوان عامله ملتقى السياحه الرياضيه. ملتقى السياحه الرياضيه ده اسوان احلى، وكانوا بيدعموا السياحه الرياضيه، فبرضو عملنا مجموعه من الدورات مع كليه التربيه الرياضيه جامعه اسوان. ويمكن عندهم هو مركز احد المراكز للكياكو الكانوي، ويمكن الكياكو الكانوي ده القارب الصغير الرفيع. يمكن التجديف بيحتاج، هقول ثمن القارب بيبقى غالي قوي، هم استبدلوا الحاجات دي بكياكو الكانوي، عاملين مركز على اعلى مستوى. ويمكن بعد كده بقى في بروتوكول بيننا وبينهم ان احنا يكون المركز ده بين كليه التربيه الرياضيه جامعه اسوان والاتحاد الرياضي المصري للجامعات. في جزء من الحاجات لقاءات الكليات العسكريه. طبعا الكليات العسكريه في 7 كليات عسكريه في مصر، استضافوا تقريبا 15 جامعه في 8 العاب رياضيه. كان عدد المشاركين في هذا اللقاء حوالي 8580 طالب وطالبه داخل الجامعات الحكوميه والكليات العسكريه. وهنقول زي ما الدكتور عماد البنان قال لنا ان احنا كان الهدف بتاعنا ان احنا مش نروح نلعب رياضه عشان نكسب. الفريق الواحد يعني ده اول لقاء كان جامعه القاهره والكلية الحربية. أما بنلعب كرة، الفريق الأولاني جامعة القاهرة والكلية الحربية، الفريق الثاني جامعة القاهرة والكلية الحربية. يعني الفريق بيبقى ميكس، والهدف بتاعنا إن إحنا نلعب رياضة. الهدف بتاعنا إن إحنا نمارس رياضة، مش الهدف بتاعنا مين يكسب. ولو يمكن أنا كنت بقول
لمعالي الدكتور عماد البنان وهو وكيل الوزارة المسؤولة عن اتحاد الرياضة للجميع. الاتحاد ده يبقى أهم اتحاد في جمهورية مصر العربية. لو الناس كلها مارست رياضة هنطلع لينا لعيبة على المستوى بطولات العالم والأولمبياد على أعلى مستوى. يعني طموحاتنا إن تبقى الرياضة فعلا أسلوب حياة. واسمحوا لي لو بنتكلم على الكلية الحربية، احنا مش رايحين برضو نلعب رياضة، احنا رايحين ننقل الخبرات الطالب العسكري داخل الكلية العسكرية. يعني على سبيل المثال احنا كلنا بنشوف فخامة الرئيس وهو بيحضر طابور الصباح الساعة 5:30 الصبح. خلي بالكم الطابور ده ما بيتحددش بناء على زيارة سيادة الرئيس، ده سيادة الرئيس رايح الطابور ده 5:30 بيبقى شغال. وقالوا لي ان الطالب بيصحى من 5 لـ5:30، فكنت بدي نموذج قدام الطالب المدني. خلي بالكم ده الطالب زميلك العسكري خلال نص ساعة بيصحى بيعمل فيها كل حاجة. فجالي تعليق من السادة القيادات والكلية الحربية، يا دكتور هي مش نص ساعة، ده هو بيصحى أول 5 دقايق بيشد سيره بيبقى فيه تمام داخل العنبر بتاعه، وخلال 15 دقيقة بيخش حمامه بيحلق دقنه بيتوضى بيصلي بيلبس، كل ده خلال 15 دقيقة. وقبل ما الطابور يفتح ب10 دقايق بيكون كل الطلبة متجمعة حوالين أرض الطابور. فده اللي احنا عايزين نوصله. أحد الكليات وإحنا بيفرجونا على الكلية دخلت عنبر من عنابر الطلبة وبعدين الحمامات، فبيقولوا إيه رأيك في الحمامات؟ شفت الحمامات بتاعتهم؟ قلت لهم شركة النظافة هايلة. قالوا لي ما عندناش شركة نظافة. قلت لهم يبقى العساكر بتاعتكم كويسة. قالوا لي ولا عندنا عساكر بتنظف، اللي بينظف حمامات العنبر الطلبة اللي موجودة داخل الكلية الحربية. فده اللي احنا عايزين نوصله للناس، الالتزام داخل الكليات العسكرية، وان الطالب المدني يعرف يعني التزام داخل الكليات العسكرية. طبعا برضو هنستعرض بعض اللقاءات. دي كانت الكلية البحرية وجامعة دمنهور، وحضر معالي رئيس الجامعة، يمكن الدكتور قشتي كان حاضر في جامعة القاهرة، رئيس جامعة القاهرة، الفنية العسكرية وجامعة عين شمس، الفنية العسكرية وجامعة حلوان، الكلية الجوية وجامعة الزقازيق، الكلية الدفاع الجوي وجامعة مدينة السادات، المعهد الفني وجامعة بورسعيد، المعهد الفني وجامعة السويس. دي يمكن قطاع المشاركة، وده القطاع اللي بيهمنا، ويمكن القطاع ده بدأ معانا من اتحاد الجامعات، وان انا شرفت ايام ما كان الدكتور اشرف صبحي هو سكرتير عام اتحاد المصري للجامعات، وليه قصة معاه ان قال لي تولى هذا القطاع. طب عايزين نعمل ايه؟ قال لي عايز اعمل مشروع ب100,000 طالب. كان رقم كبير، وكان عدد المشاركين ساعتها في النشاط الرياضي حوالي 7,000 طالب في قطاع المنافسة. عملنا المشروع وناقشناه مع الدكتور أشرف هو سكرتير عام اتحاد الجامعات، وبعد ما اقتنع بيه ومفروض يعرضه على مجلس الإدارة، قال لي عايز أغير الخطة. هنعمل إيه؟ قال لي عايز 200,000 طالب. كان رقم طبعا قاتل، اللي أنت بتشتغل في 7,000 نوصله ل200,000. بعد ما عملنا برضو برنامج ل200,000 طالب واقتنع بيه الدكتور أشرف صبحي ساعتها، قال لي خلي بالك أنا هعرض في مجلس الإدارة 300,000 طالب. كان رقم طبعا يعني هقول لو بتشتغل في اتحاد الجامعات يبقى رقم قاتل بالنسبة لنا. الحمد لله السنة الأولانية عملنا 124,000 طالب، السنة الثانية عملنا 184، السنة الثالثة يمكن دخلت كورونا فطبعا بوظت الدنيا، بس برضو بنحاول ان الدنيا ما توقفش، يمكن عن طريق الحاجات الأونلاين اللي موجود فيها رياضة، ما تبقاش بلاي ستيشن زي ما بنقول. يمكن في قطاع المشاركة الرياضية، القطاع ده برضو هو الهدف بتاعه الرياضة للجميع، بيتعاون مع جزء من أكاديمية الدولية للعلوم وفنون الرياضة، تعلم رياضة اليوم تمارس الرياضة غدا. في برنامج مين في المرمى، ده برنامج مراسلين بعض الأسئلة في الرياضة داخل الجامعات، سواء على مستوى الكليات أو على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية والأهلية. يمكن عاملين بعض الألعاب البيئية وحطين لها سلوجان سهل تلعبها صعب تنساها، ويمكن إن شاء الله يوم الثلاث الجاي هو يوم العالمي للرياضة، ووزارة الشباب أو اتحاد الاتحادات النوعية بيحتفل بده داخل مركز شباب الجزيرة، وإحنا حضرتك عندنا قطاع المشاركة بيشارك ببعض الألعاب الجديدة اللي إحنا بنقول بعض الألعاب البيئية سهل تلعبها صعب تنساها. ويمكن برضو عاملين شغل ببعض الزجاجات الفارغة إن إحنا نحافظ على البيئة ونوفر الأدوات بالنسبة للنشاط الرياضي عشان يبقى النشاط الرياضي مسموح لكل طلاب وطالبات، سواء كان من الأسوية أو من ذوي الإعاقة أو من ذوي
الإعاقة الذهنية داخل الكليات والجامعات وبالاشتراك طبعا اتحاد الاتحادات النوعية ووزارة البيئة. فعملنا مكتبة إلكترونية داخل الاتحاد وحولناها لجزء منها إلكتروني، فمن حق الطالب يجي يقرأ أو يطلع على بعض الأبحاث والمراجع داخل الاتحاد أو يخش عن طريق الإنترنت ويبقى مطلع على مكتبة الاتحاد. برضو في برضو هنا رياضة تقوينا وفي حياتنا تحمينا. برضو الفكرة هنا أن كل كلية تشارك ب25 طالب و25 طالبة، يعني 50 في كل خمسين، فعدد طبعا حوالي عندنا 500 كلية، فيطلع لنا عدد الإجمالي تقريبا في هذه البطولة 25,000 طالب. وبعد كده هيبقى إن شاء الله في نهائيات بين الجامعات على مستوى القطاعات الخمس قطاعات، وبعدين يبقى في نهائي على مستوى جمهورية مصر العربية. عندنا بعض المشروعات القومية، يمكن أول مشروع لينا كنا عاملين مشروع لأن احنا المشي داخل الحرم الجامعي، كنا حاطين التارجت بتاعه 6,000 خطوة. كان في لقاء مع الأستاذ الدكتور محمد صبح حسنين والدكتور مجدي يعقوب، فقال له احنا هنحط المشروع 6,000 خطوة. فكانت تعليمات الدكتور مجدي يعقوب رياضة، يعني ليك في اليوم 10,000 خطوة، لازم الواحد يمارس في اليوم 10,000 خطوة. 10,000 خطوة احنا بنتكلم تقريبا في ساعة ونص. الهدف بتاعنا كان برضو قلنا نبسط الموضوع، يعني مثلا نقول ايه جوه الحرم الجامعي لو حضرتك لفيت حوالين كلية الاداب هتاخد 15 دقيقة، طب لو لفيت لفتين هتاخد 30 دقيقة. فالطالب والموظف وعضو هيئة التدريس يمارس النشاط الرياضي داخل الجامعة بصورة المشي لحد ما نوصل للهدف بتاعنا او التارجت الرئيسي اللي هي 10,000 خطوة في اليوم طبعا، ويفضل ان هم يكونوا مرة واحدة. في برضو كان في المشروع دراجة لكل طالب، وده كان برضو فكرتنا ان هي داخل الحرم الجامعي يكون في درجات، ويمكن في نموذج بس لم يكتمل المشروع بتاعه حتى الان في جامعة قناة السويس. كانوا عاملين كارنيه للطالب بيبقى فيه كل بيانات الطالب، وكانوا عاملين جراج للعجل تفتحه بالكارنيه بتاعك، تاخد عجلة فالعجلة بتسجل عليك تمشي من نقطة لنقطة، فدي بتتحسب المسافة اللي انت ماشيها سواء سلمتها. بعد كده ممكن نطلع الطالب المثالي او الطالبة المثالية او الموظف المثالي او العامل المثالي داخل الجامعة. وطبعا احنا عندنا بعض الجامعات تتراوح المساحة فيها لألف فدان، وده طبعا كان مشروع يمكن بعد كده وزارة الشباب والرياضة نفذته درجتك صحتك، ويمكن دلوقتي برضو في تعاون مع الدكتور أشرف ومع الانتاج الحربي ان نعمل المشروع داخل الجامعات المصريه. طبعا في مشروع للياقه البدنيه، وكان حلمنا ان نحمل زي كده اختبارات القدرات لطلبه الكليات التربيه الرياضيه، يبقى عندنا اختبارات قدرات لطلبه الكليات على مستوى جمهوريه مصر العربيه سواء كان طالب من الطلبه الأسوية او من الطلبه ذوي الاعاقه، ويبقى في زي هقول داتا للياقه البدنيه للثلاثة مليون طالب وطالبه داخل الجامعات المصريه، ونبدأ ندي بعد كده زي هنقول برامج تدريبية لرفع مستوى اللياقة البدنية. وطب أنا شايف طبعا ده من أهم المشروعات، لو اتطبق هيبقى جزء من لا يتجزأ من الأومن القوم المصري، أن الطلبة دي جزء منهم بيخش طبعا، يكفي أن أنا أقول أن أما يخش في سوق العمل هيبقى على أعلى مستوى من الكفاءة البدنية، الجزء اللي بيخش فيهم الجيش القوات المسلحة هيبقى برضو على أعلى مستوى هو كجندي داخل القوات المسلحة. في جزء من الأنشطة بتاعتنا هي دوري الجامعات المحافظات الحدودية، ويمكن دول 6 محافظات، محافظة أسوان والسويس والوادي الجديد وجامعة مطروح وجامعة الوادي الجديد وجامعة العريش. المحافظات دي احنا بنعمل لها دوري خاص ليها لأنه ذات طبيعة خاصة، وطبعا ان هم يبقوا يعني مميزين شوية داخل الأنشطة الرياضية داخل الجامعات المصرية. عندنا جزء من الأنشطة الدولية، طبعا النشاط الدولي بتاعنا يمكن فيه الاتحاد العربي للجامعات، ويمكن عندنا النائب الاول رئيس الاتحاد العربي الاستاذ الدكتور محمد صبح حسنين، في الاتحاد طبعا الافريقي، وفي الاتحاد الدولي للجامعات. يمكن دي بعض النتائج اللي كان عندنا فريق كره اليد اللي خد مركز 5 على بطوله العالم للجامعات، ويمكن فيهم بعض اللعيبه اللي خدوا مركز اول بتالي مواليد 2000 او مواليد 99، ممكن فخامة رئيس كرمهم. طبعا دي بطولة العالم للخماسي الحديث،
خدوا مركز أول للفرق، وخدوا ميدالية فضية للفردي، وخدوا ثالث زوجي مختلط. دي بطولة كرة شاطئية خدوا مركز ثالث، كانت في المغرب. دي بطولة أبو ظبي كرة القدم خدوا مركز ثالث قدم خماسي. طبعا عندنا أولمبيات الجامعات، أولمبيات الجامعات طبعا السنة اللي فاتت كانت تقريبا 10,000 متسابق، حوالي 120 دولة، كانت معمولة في نابولي في إيطاليا. يمكن احنا حصلنا فيها على بعض المراكز الشرفية، وحصلنا على ميداليتين في التايكوندو فضة. في بطولة التسامح لكرة القدم للعربية للصالات، ويمكن دي خدنا فيها المركز الأول، ويمكن سعدنا ان كان وجود الدكتور أشرف صبحي هناك في زيارة رسمية للإمارات، وحضر الافتتاح بتاع البطولة، ويمكن وعد الولاد بعد ما كسبوا عمل لهم مكافأة استثنائية من وزارة الشباب والرياضة. في بطولة برضو للقوى الطائرة الشاطئية، يمكن البنات خدت مركز أول والولاد خدت مركز ثالث، ولكن احنا ما بنلعب الطائرة الشاطئية زي ما انتوا شايفين كده، احنا مسافر بولدين وبنتين، فلو حد اي حد حصل له إصابة فبيضطر يكمل البطولة زي ما هو كده. فحصل إصابة لأحد اللاعبين عندنا، والحمد لله خدنا مركز ثالث ولاد ومركز اول بنات، واحسن لعبه في البطوله كانت دعاء الغباشي. السنه دي لعبنا بطوله افريقيا للشطرنج، يمكن في مجموعه 9 دول. احنا حصل ادهم من جامعه اسكندريه وخالد من جامعه عين شمس على المركز الاول والمركز السادس. شكلنا اتحاد شمال افريقيا برئاسه الاستاذ الدكتور محمد صبح حسنين، وده بيضم 8 دول: الجزائر والسودان والصومال والمغرب، موريتانيا، مصر، ليبيا، تونس. وطبعا ده برضو يعني خليط بين الاتحاد، جزء من الاتحاد العربي وجزء من الاتحاد الافريقي. عندنا بعض يمكن المشروعات اللي بنحققها دلوقتي: برنامج رياضي التخصصي، وده بيتعاون مع الاتحاد المصري رياضة للجميع. الجملة الرياضية برضو بالتعاون مع الاتحاد المصري لرياضة للجميع. الأسرة الرياضية النشيطة برضو مع اتحاد رياضة الجميع. اتحاد الثقافة الرياضية مع اتحاد الثقافة الرياضية. بطولة الكاتا اتحاد المصري الكاراتيه. بطولة الشطرنج ده اتحاد المصري الشطرنج. الحمد لله رب العالمين، طلبنا تنظيم بطولتين للعالم للجامعات، بطولة العالم للسكواش 2022 والهندبول 2024. يمكن حصلنا على موافقة من الاتحاد الدولي ان البطولتين هتنظموا داخل جمهورية مصر العربية، وطبعا يعني طبعا بدعم من الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وبدعم من الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبموافقة الدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وان شاء الله جاي دلوقتي التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة في اتخاذ اللجان والاجراءات الخاصه بالبطولتين، وان شاء الله زي ما مصر عملت كده بطوله العالم للهاندبول وبطوله افريقيا للدرجات وكل البطولات الدوليه اللي حصلت، يكون بطولات العالم 2022 سكواش و2024 للهاندبول للجامعات تكون واجهه مشرفه، ونكون على نفس المستوى اللي حصلت عليه جمهوريه مصر العربيه. يمكن احنا عاملين بالتعاون مع جزئين، مع جامعه نيو جيزه بطوله السكواش، ومع الاكاديميه العربيه بطولة كرة اليد. طبعا يمكن ده الجوابين اللي وصلوا لموافقة الاتحاد الدولي على إقامة البطولتين داخل جمهورية مصر العربية. اللي أنا عايز أوصل له بقى في الآخر إن رياضة أمن قومي، وبنتكلم على رياضة أمن قومي، إحنا عايزين نعمل إيه؟ رياضة أمن قومي أنا شايف إن إحنا في الجامعات زي ما الطالب بيخش الجامعة بدرجات في الثانوية العامة، أنا نفسي الطالب يخش الجامعة بمستوى معين للياقة البدنية، ولو ما فيش المستوى ده يؤجل دخولك للجامعة. أنت خلاص طالب في كلية هندسة، أنت خلاص طالب في كلية طب، أنت خلاص طالب في كلية تجارة، ولكن أما تحقق المستوى بتاعك تعال عندنا. يبقى متطلب أساسي لدخول الطالب كليات، أي كلية داخل جمهورية مصر العربية. بحلم أن كليات التربية الرياضية، احنا يمكن كل يوم شايفين التكنولوجي الخاص بطلب بالابحاث العلميه والتدريب الرياضي، بحلم ان طالب كليه التربيه الرياضيه يخش اختبارات البدنيه الخاصه بالكليه دون تدخل اي ايد من الساده الاساتذه. يعني يبقى في كارت مسؤول، الولد بيخش يعمل عقله، يعمل وزن من الثبات، يطلع له الارقام مباشره على الكارت بتاعه. بحلم ان الطلبه
مش في الجامعات بس، احنا كنا عندنا في المدرسه اللي بيتم 6 سنين بيخش كليه بيخش مدرسه. طب ليه حضرتك اللي يتم 6 سنين يخش مدرسه ونحدد له مستوى معين من اللياقه البدنيه؟ عملت المستوى ده اهلا بيك دخلت، ما عملتش المستوى ده يكون كفاءه اقل او ينتظر يتاخر شويه. انا عايز ارجع شويه، بحلم ان الام لازم تكون بتمارس الرياضة أثناء فترة الحمل. إحنا حضراتكم بنطلب من الزوج والزوجة يعملوا كشف طبي. ليه حضرتك الزوج والزوجة قبل ما يتجوزوه ما يبقاش فيه مستوى من اللياقة البدنية داخل عشان يتقاس قبل ما يحصل الزواج؟ بالنسبة للوزارات، طب أنا عندي وزارة زي وزارة الدفاع زي وزارة الداخلية، هو أتكلم عن وزارة الدفاع. الضابط ما بيترقاش الا ما بيبقى عنده مستوى معين من اللياقه البدنيه حضرتك، ويبقى مستوى الطول والوزن مناسب. ليه ما يحصلش ده داخل الجامعات المصريه؟ حضرتك تبقى رئيس قسم، تبقى وكيل كليه، تبقى عميد كليه، تبقى نائب رئيس جامعه، تبقى رئيس جامعه، تترقى من اي وظيفه من اول المعيد لحد الاستاذ. حضرتك ما تترقاش الا ما يبقى عندك الحد الادنى للياقه البدنيه. الحد الادنى انا مش عايزك تبقى لعيب اولمبي، انا عايز حضرتك تبقى حضرتك وحسب سنك تبقى عندك الحد الادنى، لان انا اضمن كفاءتك داخل شغلك، سواء اعضاء التدريس سواء موظفينا سواء امننا سواء اي حاجه، ويكون ده ليه تشريع داخل مجلس النواب داخل جمهوريه مصر العربيه. زي ما انت بتضمن كفاءه قواتك المسلحه، زي ما انت بتضمن كفاءه وزاره الداخليه، زي ما انت بتضمن كفاءه الاجهزه القياديه وتبقى واجهه، لازم حضرتك تكون الرياضه امن قومي. يعني ده سلوك كل المجتمع المصري يلتزم بهذا السلوك، ويكون في تشريع في مجلس النواب وفقا لمستوى السن، وفقا لمستوى قدرات كل هقول وظيفه معينه، ان يكون دي التوصيه بتاعتنا ان طلعنا منها. اخر حاجه يمكن هرجع لعنوان المؤتمر اللي بيقول رياضة أمن عربي وأمن أفريقي. تخيل لو حضراتكم إن إحنا عندنا أغلى شقة في جمهورية مصر العربية، أغلى فيلا في جمهورية مصر العربية موجودة في مكان مميز هيبقى سعرها عالي. لو خدنا الشقة دي وخدنا الفيلا دي وحطيناها في منطقة عشوائية مش هتبقى تساوي. حضرتك الرياضة والصحة والأمن القومي المصري مرتبط بالرياضة والصحة والأمن القومي العربي، مرتبط بالرياضة والصحة والأمن القومي الأفريقي. زي ما الدكتور عماد أن نوسع قاعدة المشاركة على المستوى، هو بيتكلم على مستوى جمهورية مصر العربية. طب تخيلنا لو طبقنا رأي الدكتور عماد على مستوى الدول العربية، لو طبقنا رأي الدكتور عماد اتحاد الرياضة للجميع والثقافة الرياضية الأستاذ أشرف محمود على مستوى القارة الأفريقية كلنا هنعلى. يمكن هرجع قبل ما اختم كلامي، فاكرين موقف مع فخامة الرئيس اما كان موجود بين القوات المسلحة وقال ان الجفرة خط احمر ما حدش يعدي هنا، يعني لازم اللي حوالينا زي ما يكون امان وامن وامان في الامن القومي، لازم اللي حوالينا يكون الرياضة والصحة ليهم امن قومي، سواء على مستوى مصر او على مستوى الوطن العربي او على مستوى الوطن الافريقي او القارة الافريقية، ونبقى كلنا بإذن الله في أعلى المستويات. أنا بشكركم، ويعني التحيات مرة تانية مجلس الإدارة بالكامل برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونائبه رئيس المكتب التنفيذي الأستاذ الدكتور محمد صبح حسنين النائب الأول رئيس الاتحاد المصري والعربي. ومرة تانية أنا شرفت أن أنا أكون موجود معاكم في هذه الندوة، وشرفت ان يكون رئيس الندوه الاستاذ الدكتور صبري عمر واخويا وحبيبي الدكتور رأفت مقار الندوه. شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم.